أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا أهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية مع صحيفة التايمز التي نشرت تقريرا بعنوان القوات العراقية تتصدى لعمليات انتحارية في معركة الفلوجة وحذرت فيه الصحيفة من أن المعركة التي تخوضها القوات الأمنية العراقية لاستعادة الفلوجة من أيدي مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية قد تؤدي إلى توليد نسخة جديدة من التنظيم إذا لم تحسن إدارتها وإدارة المرحلة التي تعقبها وينقل التقرير عن الكولونيل كروستوف كارفر المتحدث باسم تحالف لقتال تنظيم الدولة الإسلامية تحذيره من أن أمام الحكومة العراقية الكثير لفعله إذا أرادت المضي قدما في عملياتها من دون أن تغذي صنع نسخة جديدة من داعش بعد هزيمتهم في المرة الأولى وأضاف كارفر لا نريد أن نرى دورات العنف تلك تعيد ما سبق أن رأيناه في منتصف عقد 2000 عندما كنا هنا في آخر مرة ويقول تقرير الصحيفة إن بعض إن بعض قدام المحاربين الأمريكيين الذين اشتركوا في الهجوم السابق على مدينة الفلوجة حذر من أنه سيكون من الصعب على الحكومة ألا تطلق العنان للميليشيات الطائفية ونقل التقرير عن ع... عن أحد هؤلاء العسكريين الكولونيل المتعاقد دوغلاس ماجريجر مكريج... مر... إشارته من أن الميليشيات الشيعية تبدو أكثر فاعلية بكثير من قوات الجيش العراقي والتي هي بنظره ينقصها التدريب ومعتمدة كليا في الغالب على القوى الجوية الأمريكية والمستشارين الأمريكيين لفعل أي شيء تقريبا وينقل التقرير عن مسؤولين عسكريين أمريكيين قولهم إن المتحصنين داخل المدينة قد صنعوا حلقة من الفخاخ والمصائد صممت لإلحاق الدمار بالقوات المتقدمة إلى المدينة التي تواجه فيها قوات الجيش العراقي قوات الجيش العراقي مسنودة بالميليشيات الشيعية ومقاتلي القبائل السنية وضربات التحالف الجوية نحو 900 من مسلحي تنظيم الدولة في مدينة يقدر عدد سكانها بخمسين ألف نسمة ويقول الكولونيل كارفر لقد فخخوا منازل باكملها بالقنابل ومن ثم اذا دخل اي شخص اي شخص اليها سيواجه كميه من المتفجرات تكفي لتفجير المنزل كله وتدمير نصف الحي الذي يقع فيه، واضاف ان لديهم مدفعيه ثقيله ومدافع رشاشه وهاونات والغام ومواضع دفاعيه معقده مع انفاق، وينقل التقرير عن مسؤولين عراقيين قولهم انه في مرحله ما بعد داعش ستكون هناك مرحله انتقاليه لمده شهر. تسلم المدينة بعدها لنحو خمسة آلاف من رجال الشرطة من أبناء مدينة الفلوجة ونقرأ في موقع ترك بريس مقالا لأحمد موفق زيدان بعنوان أحرار الشام بين عزل خالد بن الوليد وعزل أبي صالح الطحان رأى فيه الكاتب بأن حركة أحرار الشام أثبتت قوة وصلابة ومؤسسات ومؤسساتية تعجز عنها دول عريقة فالحركة التي تعرضت لمؤامرة رهيبة حيكت من أجل التخلص من أكثر من أربعين من قيادتها قبل سنتين خرجت كطائر الفينيق من بين رماد هذه المؤامرة الرهيبة أشد قوة وصلابة وشكيمة ولأول مرة ينتخب أمير آخر للحركة ويرجع الأمير الحالي إلى مصاف القيادة العسكرية العادية وهو الأخ أبو جابر وهو ما قدم صورة رائعة للثورة السورية على أنها ثورة حرية وثورة انتخاب ومؤسساتية وأن الكل سواسية أمام الشرع والعدل والإنصاف اليوم مناسبة العنوان هو عزل أو استقالة أبو صالح الطحان لا فرق فقد أثبت هذا المسؤول العسكري أنه كان ولا يزال يقاتل ويجاهد من أجل الله ومن أجل الانتصار لثورة المظلومين وليس من أجل منصب فكانت مشاركته صبيحة عزله أو تنحيه من منصبه في معارك حلب الشهيرة صفعة لكل من أراد أن يثير فتن داخل الأحرار وجدد أبو صالح أمثلة جده خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم عزله الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليعتذر لاحقا عن قراره بقوله رحم الله أبا بكر كان أعلم مني بالرجال اليوم يؤكد أبو صالح الطحان مجددا أن تاريخنا ليس ماضيا رحل فيعز, فيعز تكراره اليوم يؤكد ابو صالح الطحان خطاب سوريا كما يطلق عليه اهل الشام تاريخ مجيد وضاء يمشي على الارض رحم الله خالد ورحم الله ابا بكر وعمر وشكرا ابا صالح الطحان الذي كان وسما رائجا على تويتر فقد اكدت المؤكد فقد اكد المؤكد لنا ان التاريخ ليس ماضيا وانما حاضر نعيشه ونحياه في شام الرسول عليه السلام ونقرأ في موقع تركيا بوست مقال رأي بعنوان القضية التركية الأرمنية الحل السهل حيث أثيرت في الأيام الأخيرة ضجة كبيرة حول ما تعرض له الأرمن من قبل الجيش العثماني في سنة عام 1915 فتناقلت الصحف العالمية عناوين تصف تلك الأحداث بالإبادة الجماعية للأرمن وتصريحات لمسؤولين دوليين قالوا إنها كانت أول إبادة جماعية في العصر الحديث في حين عملت الصحافة التركية على تكذيب تلك الإدعاءات ونفي صفة الاباده الجماعيه عنها وترى تركيا ان اصرار عدد من زعماء العالم على وصف تلك الاحداث بالاباده الجماعيه وتركيز وسائل الاعلام العالميه على هذا الملف يهدف بدرجه اولى الى تشويه التاريخ التركي وربطه بجريمه اباده جماعيه والى احراج القياده التركيه الحاليه المعروفه بخلفيتها الاسلاميه والتي توصف قياداتها احيانا بالعثمانيين الجدد في حين يرى معارضو الطرح التركي ان الاتراك يبالغون في تبييض تاريخهم ويتعامل بحده تجاه كل من يتحدث عن الاباده الجماعيه التي تعرض لها الارمنيون في اخر عهد الدوله العثمانيه وان كان التوفيق ما بين القراءتين المتضادتين لاحداث 1915 يبدو شبه مستحيل فان الحل السهل لهذا الخلاف موجود وقد طرحه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان منذ سنوات عندما قال في ندوة حوارية حضرها رئيس الوزراء الأرمني إنه قدم اقتراحه لحل الخلاف وأنه مستعد للقبول بالنتائج مهما كانت وتمثل الحل الذي قدمه أردوغان في أن يتم تشكيل لجنة مختصة من مختصين بتاريخ من كلا البلدين تفتح لها خزائن الأرشيف في البلدين حتى تقوم بإعداد دراسة موضوعية وعلمية لما وقع في تلك الفترة وتتفق على تقديم قراءة مشتركة لتلك الأحداث تعترف بها تركيا وأرمينيا وتقدم لل اجمع ونقرا في صحيفه العرب القطريه مقالا لياسر زعاتر بعنوان مأزق دولة المذهب وأتباعها، رأى فيه الكاتب بأنه في العالم حالتان لنموذج دولة المذهب، الأولى هي الإسرائيلية وحيث يعتبر الكيان الصهيوني أو يعتبر الكيان الصهيوني نفسه مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن اليهود في كل مكان، أما النموذج الآخر فتمثله إيران بطبعتها الأخيرة وحيث لم يعد محافظوها يخفون أنهم مسؤولون عن أتباع المذهب الشيعي في العالم أجمع بصرف النظر عن نمط تدينهم. في الحالة الأولى والاعتبارات كثيرة ذات صلة بالسياق تاريخي لعلاقة أوروبا باليهود وأخرى تتصل بهيمنتهم على القرار السياسي في الولايات المتحدة وتأثيرهم الكبير في عدد من الدول الكبرى والمؤثرة في هذه الحالة تباطأ العالم على القبول بهذه التبعية لكل يهود العالم الذين لا يتجاوز عددهم 13 مليون للكيان وتعامل معها كأمر واقع لا يستنكره أحد رغم أن هناك قلة بين اليهود أنفسهم تعترض عليه في الحالة الثانية يبدو الأمر مختلفًا إلى حد كبير، فتعداد الشيعة خارج إيران يزيد على المئة مليون إنسان وهذا رقم كبير ومؤثر، أما الذي لا يقل أهمية فيتمثل في أن كثيرا من الدول التي يعيشون فيها لا تتعامل مع إيران بروح الصداقة بل بروح أخرى تراوح بين العداء المعلن والخوف، فضلا عن حقيقة أن التبعية لإيران تتطلب في بعض الأحيان تناقضا مع الواقع القطري ومستحقاته السياسية. هنا بدأ التناقض سافرا بين منظومة دولة المذهب ومستحقات الدولة القطرية ومستحقات العلاقة مع الجوار السني وهو الغالبية حتى لو كانت غالبية شيعية نسبية في دولتين العراق والبحرين وقد تضاف اذربيجان في السياق الاسلامي بات طبيعيا هنا ان يتناقض الولاء لايران مع المتطلبات القطرية وهي تعني حريقا لا يستفيد منه سوى اعداء الطرفين فهل سيعود محافظو ايران الى رشدهم ويكفون عن استثمار الشيعة في مشروع توسع مجنون يستعيد ثأرا تاريخيا سيحدث ذلك سيحدث ذلك متى لا ندري وختام حلقة اليوم مع موقع أورينت نيوز ومقال ومقال لإياد عيسى بعنوان أسخف أكاذيب وأبشع كذابة رأى فيه الكاتب بأن السوريون طلعوا من جماعة البيو بحسب مستشارة بشار الأسد بثينة شعبان اللهم أحسن كبرتنا أي من مدمني استهلاك الغذاء والمنتجات الطبيعية وهذا بالأساس واحدة من منجزات بابا حافظ الأسد كرسها طيلة عقد الثمانينيات من القرن الماضي حيث كان أبناء الشعب المرفه أنذاك يصطفون في طوابير لها أول ما لها اخر ومن أذان الفجر حتى صلاة العصر على أبواب المخابز والمؤسسات والشركات العامة للحصول على كيلو بندورة معفسة وكيس ليمون معفن وكيس محارم ثقافة البيو هذه التي أسسها بابا, بابا حافظ تأصلت في جينات الأجيال لذا حرص الوريث بشار الأسد على تطويرها وتحديثها لا أحد يموت جوعا في المناطق المحاصرة ومن بينهم سكان داريا ولا وجود لتلك المناطق أصلا وكل ما هناك أن الشعب مصر على إطعام نفسه بنفسه ومتمسك بمنجد انجازات بابا حافظ وابنه بمساعده خبراء تغذيه ومختصين بالطب البديل تعرضهم الفبركات الاعلاميه على انهم قوات نخبه محليه طائفيه وميليشيات ايرانيه مذهبيه مستورده. يعب الشوم على الكذب، تقول بثونه متاثره وعتبة على الاعلام الغربي الذي يصور العروض الجويه الترفيهيه لطائرات الاسد على انها غارات ثم يصف الهدايا التي تنثرها على المواطنين المرتاحين واطفالهم بالبراميل المتفجره. طلعت بثينه اهشت من مسيلمه في التاريخ ومن أبو ريشة في مسرحية غربة للراحل محمد المغوط وفوقها بشعة كذابة وبهذا المقال مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله